نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين في مناسبة اليوم الوطني 90 منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله. تأتي هذه السنة في ظروف استثنائية سواء صحية أو اقتصادية، ولله الحمد أثبتت الدولة متانتها وقوتها وقدرتها على التعامل مع هذه الظروف وهذه الجائحة، سواء على المستوى الصحي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى التعليمي. المملكة العربية السعودية ولله الحمد أصبحت من الدول الرائدة للتعامل مع هذه الظروف، وأثبتت الأحداث والإجراءات التي اتخذتها الدولة طريقة مهنية عالية أشادت بها الكثير من الدول في التعامل مع هذه الظروف، وهذا ولله الحمد مما قلل الأثار السلبية من تلك الجائحة على كافة الأصعدة. ولله الحمد أصبحت الدولة تعتبر رائدة في هذا المجال، ونتمنى إن شاء الله المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن الغالي، وأن يديم إن شاء الله الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الرشيدة، والله يحفظ الجميع إن شاء الله.